الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على ستات تابر وير. معانا النهارده طبق التقديم الدورين، ده جديد اول مره ينزل مصر، بالوان جميله زي ما انتم شايفين. هنبدا نشوفه. ادي صينيه وادي صينيه، فهو في الاول عباره عن صينيتين، يعني ممكن تقدمي فيهم صينيتين متفصلين كده. هنا الجزء الدائري ده يركب في ما يقابله، هنا الدائره دي بيركب مكان سهولة عليه، هو ثابت اهو، ثابت جدا اهي، ثابتة ثابت. ممكن تستخدميه بس كده بحيث تحطي هنا صوص جبن سايحة، وهنا مثلا شيبسي مخبوزات، وتعملي صوص بالمخبوزات في القطع المدورة اللي هنا. فدي بتستخدم ان انت تحطي صوص فيها او جبن او قشطة، وهنا مثلا مخبوزات او تقدمي حلويات في الجزء ده، يبقى مكمل لبعضه. او هتعملي دورين، الجزء المدور اللي هنا بيركب على الجزء المدور اللي هنا، تركبي بيركب في ده اهو ثابت اهو، تك سمعنا التكه ثابت اهو. هتحطي دور تحت وفوق، مثلا بسكوت بيتي فور، كحكه قريبه، كنافه، بسبوسه، هتحطي مثلا مخبوزات، فطير، شيبسي، جبن، وتقدميه. طبق جميل جدا، حلو جدا، شيك، عملي، خفيف في الاستعمال، حلو جدا للعروسه، حلو في المصايف، في البلكونه وانت قاعده في التراس. طبق شيك جدا، جديد من تابر وير. شكرا ستات تابر وير.